السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الاربع دايما بنعمل اكلات اولادنا وما نقدرش نستغنى عن اكلات اولادنا. طيب وعدنا حضراتكم من خلال الاسبوع اللي فات او خلال الايام اللي عدت على الوصفات اللي طلبت مننا اكتر من مره، وعدنا قلنا نعمل النهارده الكلاب ساندويتش وكمان نعمل ام علي مع كمان طبق ثالث يكون برضو لاولادنا كده، واحنا كمان ممكن كمان نقدر ناكل الموضوع. طيب الكساديه دي نوع من انواع العيش اللي هو العيش المكسيكي اللي هو بيسموه ساعات تورتيلا او بيسموه العيش بالذره، ليه كذا اسم وليه كذا لون اللي هو العيش دوت، وهعمله كمان بالفراخ المفرومه مع تشكيله حلوه جدا من الخضروات، وهيكون ليها ريحه حلوه قوي كل الاطفال بيحبوها، موضوع ما فيهوش صعوبه. ام علي الكبير والصغير بياكلها طرف مننا اكتر من مره، فجواب ام علي بالشفوي ما بيبقاش قد الواقع شويه لو عملناها مع حضراتكم بالقشطه والكريمه وكمان عجينه الفلاش اتكلمنا عليها والمكسرات والزبيب، اكيد هيكون ليها طعم كويس جدا، وهي اكيد ما فيهاش يعني تفاصيل كتير واتعملت 500 مره، بس الحاجه اللي بتطلب كتير لازم نعملها لحضراتكم. الطبق الثالث كلاب ساندويتش، ساندويتش كده خفيف جواه انواع كتير جدا من الخضروات مع كمان الكولد كاتس او اللحوم البارده زي الروز بيف او التركي او صدور الفراخ والجبنه الشيدر والبيض والخيار المخلل وكمان الخس والطماطم والمايونيز. الموضوع ما فيهوش صعوبه خالص، اكل سريع على السريع لاطفالنا يوم الاربعاء كالعاده. تعالى نطلع فاصل ثم نوصل. اهلا بكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك النهارده على اكلات الاولاد او اكلات اطفالنا، ومش عايز اقرص قوي على كلمه اكلات اطفالنا دي، ان هم الاطفال دول يعني حبايبنا واحنا كمان بناكل من اكلهم، فبلاش نحاول نميز ده عن ده، هم المفروض يكونوا افضل مننا وليهم يوم في الاسبوع كالعاده يوم الاربع، وعند حضراتكم في البيوت المصريه طبعا او العربيه لازم نميز الاطفال. زمان ما كناش عندنا ايام لاكلات الاطفال، لسه كنت بتكلم مع حد من حبايبي في قصه الاكل الاطفال، زمان كنت تاكل ايه؟ في ناس تقول وانا صغير كنت باكل ناجتس، وناس تقول باكل كريب، احنا ما كناش كده، ما كانش فيه ولا ناجتس ولا كان فيه كريب، كان الاكل الكبار اللي بياكلوه احنا كمان بناكله، وكنا وكبرنا وتربينا وزي الفل. فالنهارده الموضوع اتطور شويه ان بقى في حاجات اكتر ومتاحه اكتر، فلازم نعملها برده عشان الاجيال بتختلف عن اللي فات. طيب هعد المنيو على السريع، هعمل كلاب ساندويتش طلب مننا كذا مره، وهعمل كمان مع حضراتكم ام علي الطلب برضو كذا مره، وهعمل فراخ الكاسديه. فراخ الكاسديه دي موضوع كبير قوي وسهل جدا ما فيهوش صعوبه. جايب طاسه هبدا اديها عندي بس معلقتين زيت، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وابدا هشوح الفراخ المفرومه. جايب ربع كيلو فراخ مفرومه، حلو الكلام، وجايب عندي فلفل الوان وعندي بقدونس وعندي زيتون، وجايب طماطميتين ثلاثه وسلقهم سلقه كويسه جدا ومقشرهم ومخليهم عندي كده زي ما حضراتكم شايفين من غير قشر، وسيبهم عندي، وعندي بصلية ناعمة وعندي أي حاجة أنا عايز أحطها فيها ما عنديش مانع. الكسادية ممكن نمشيها عندنا بخمسين ستين طريقة، ممكن نمشيها سبايسي شوية بفلفل حار مخلل، وممكن نحط لها فاصوليا كمان، ممكن نحط لها كمان ذرة أصفر، يعني هي ليها 20 30 طريقة كده، بس أنا عايز أعمل الطريقة السهلة اللي كل الأولاد بيحبوها. عيش تورتيلا بتجاب من السوبر ماركت العيش دوت، عيش الذرة أهو، تعالى الشبيه كده بعد إذنك، كلنا عارفينه، عيش بالذرة في منه الوان كتير، في منه اخضر وفي منه احمر، الاحمر بيبقى معمول شويه كده بالطماطم والبيستو، والاخضر معمول من السبانخ، وفي عندنا كمان هتلاقي الاورنج معمول بالبرتقال، هتلاقي الابيض ده بالذره الساده، يعني ليه 500 لون برده بيتباع حسب اللي احنا عايزينه. انا هبدا دلوقتي اشتغل في الفراخ المفرومه، بسم الله كده هبدا اشوحها واعصجها زي اللحم المفروم، وابدا كده انزل عليها خطوه خطوه كده. طبعا كالعاده عارفين فلفل اسمر وملح في اي حاجه بتتعصج قبل اي كلام عشان الزفاره، وعشان كمان احس ان الحاجه هتفتت معايا كويس كده، وهبدا هعملها بشكل حلو قوي. هجيب عندي الهراسه عشان ما تبقاش مكلكعه معايا، بالشكل دوت. وبعد كده نبدا نديها بقى عندنا البصلايه وفص الثوم كده، طبعا الفلفل الاسمر بيشيل الزفاره، الملح بيخليها مفتفتها معايا، يعني كل حاجه ليها حاجه طبعا، والريحه طبعا بتفرق كتير جدا كده. بس هبدا اقلب بقى عادي بالشكل ده كده اهو،
ونبدا نجهز البصلايه عشان تبقى معايا في نفس الطعم. بصلايه ناعمه صغيره بالشكل دوت اهي، مش تاخد مني اقل من 3 4 دقايق ان شاء الله. فص ثوم بالزيت بتاعه اهو كده، يديني ريحه كويسه، وابدا اقلب. الريحه عندي باينه جدا ان انا بعمل حاجه حلوه، مفيش ريحه زفاره. ريحه الثوم طلعت مع البصلايه، ممكن اديها اي اعشاب بس انا مش عايز ازود المقادير اكتر من كده. كده يا نور، ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ اهلا بيك يا نور. يا نور. نعم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. عاملين اكل ايه النهارده؟ عاملين السمك اللي حضرتك عملته. السمك اللي انا عملته يوم الاثنين؟ ايوه. انهي سمك بقى فيهم؟ اللي هي كانت في الفرن والجمبري. السنجاري. ايوه. وطعمها حلو ولا اي كلام؟ لسه ماما بتعملها. يلا بالهنا والشفا. طب قولي يا نور، تحب تاكل ايه تاني مع السمك؟ مش عارفه. فكري كده. مش عارفه. يعني انا شايف ان السمك كويس، ممكن اقول لك حاجه من عندي لو حبيتيها مثلا وتقولي لماما عليها تعملها لك. ايه رايك لما اقول لك مقادير كفته الجمبري او كفته السمك؟ ماشي. تبقى ماشيه برضو مع السمك اللي هتاكليه النهارده. انا لسه اتواصل مع حضرتك يوم الجمعه. مش سامع. لسه اطلع مع حضرتك في البرنامج ده. انا نفسي اشوفك بالكلام الحلو ده. حاضر. عينيا الاثنين. ماشي. انت عندك كام سنه يا نور؟ عندي 14. 14. طب قولي لي، معاكي المنافس ولا نحضر لك احنا حد ينافسك؟ لا معايا. مش سامع. معايا. معاكي حد؟ طب يلا حالا دلوقتي سيب رقم تليفونك في الكنترول وتشرفينا ان شاء الله في اقرب جمعه مع الجدول اللي احنا ماشيين معاه. ماشي الكلام؟ ماشي. ماشي يا جميل، شكرا جدا ليك يا نور. تمام. هواري بعد اذنك خد رقم تليفون نور وتابعيها بنفسك وشوفي امتى المناسب لنور تيجي تشرفنا عشان خاطر اطفالنا بقى، عايزين نشوف بقى الشغل العالي بقى الفتره اللي جايه دي. طماطم المفرومه حطيتها بالشكل ده كده وابدا اقلبها براحتي، هتبدا تمسك شويه معايا وهو ده المطلوب اهو. وبعد كده هبدا احط كل مقاديري واحده واحده. زي ما قلت لكم انا ممكن ازود من الخضروات لو حبيت، فلفل الوان لو عندي، زيتون طبعا لازم، بقدونس اكيد. كل الحاجات دي كلها بتعلي معايا الطعم المطلوب اهو. اقلب كويس ده كده بالشكل ده كده. حلو كلام كده كده اهو. الطماطم مش محتاجه تتسبك لان هي مسلوقه، فكده كده انا مستفيد بالشكل بتاعها والطعم اهم من الشكل، فكده كده انا تمام اهو. الطاسه دي النهارده فيها حاجه غريبه، عمال تطلع حاجات كده على السريع مش عارف ليه. تمام. هجيب عندي فلفل الوان اصفر على احمر على اخضر حسب الالوان اللي موجوده عندي، والزيتون اخليه في الاخر هو البقدونس عشان يديني اللون الحلو وما يبقوش برده حاسس ان هم استووا لدرجه ان بقى الموضوع مطبوخ قوي كده. طبعا الحبه دول يعملوا لي 4-5 سندوتشات اقدر اتميز بيهم على الشوايه باللون الحلو اللي انا عايزه ويبقى الموضوع عندي تمام تمام. طيب ام علي، انا عاملها النهارده بطريقه سهله جدا ما فيهاش صعوبه خالص. هعملها عاديه جدا بالطريقه بتاعتنا اللي مش هينفع نغيرها، بس ممكن نغير او ممكن نزود عليها. يا ريم. الو. ايوه كيف ريم؟ ازيك؟ الو. ايوه ايوه يا ريم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. ممكن بس اعرف طريقه كاتك الفواكه؟ طريقه طريقه فواكه ايه؟ سلطه الفواكه. حاضر ماشي. وايه كمان؟ شكرا. بس كده هقول لك حاضر طريقه سلطه الفواكه مع كمان عصير البرتقال والايس كريم. ماشي الكلام؟ ماشي. حاضر ماشي. شكرا. الكلام شكرا جدا ليك يا ريم. حاضر يا مدام عواطف، صباح الفل. خير. الو مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ الحمد والشكر لله، فضل وعدل والله يا فندم. والله انا اول مره اكلمك على فكره. يا رب ما تكونش اخر مره. يا رب الله يخليك. تحت امرك. امر قولي. انت ابني طبعا. ليه؟ انت ابني طبعا. طبعا يا ماما، انت على راسي. انا بقى حفيدتي عندها سنه وثلاث شهور. اللهم صل على النبي. بتموت فيك. ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك يا رب. ازي علاء؟ بتموت فيك. ربنا يحفظها لك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. تعالي كلمي علاء. تعالي كلمي علاء. ادهاني. اسمها ايه؟ اسمها ريان. اسمها ايه؟ تعالي يا ريان. تعالي كلمي علاء اهو. تعالي تعالي مكسوف. ادهاني يا ريان. قولي له الو. القطه ريان اهو. علاء اهو. يا ريان. يلا ريان. علاء اهو.
ازيك يا ريان عامله ايه؟ قولي القطه فين؟ اخبارك ايه؟ انت ايه؟ سمعت تعالي. ما شاء الله ربنا يحفظها لك يا رب. كلمي يا مريم، كلمي يا مريم. مريم يا ملك. خلاص ازيك يا علاء؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه اخبارك؟ ربنا يحفظهم لك يا رب وتشوفوا احسن الناس يا رب. مريم عندنا ملك ومريم. بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا ام. اموريني اي امر رفع اذنك. الله يخليك يا علاء. تحت امرك. في اي سؤال؟ الامر لله وحده حبيبي. لا والله انا بس حبيت اقول لك ان حفيدتي بتموت فيه. ربنا يحفظها لك يا رب ويخليها لك. والله هجيب لك على تروح ضحكه وتروح قاعده قدام التلفزيون. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عزيز انا مره قابلتك في المهندسين وسلمت عليك واحنا في العربيه وانت على الموتوسيكل. ها صح كده؟ ماشي كده. بشكرك جدا يا ماما. شكرا شكرا جدا لك يا ماما. اهو دي ما حدش هيسيبها لي دي النهارده. على الموتوسيكل دي ما حدش هيسيبها لي انا عارف. طيب ماشي الكلام. ربنا يحفظهم لك يا رب ويخليهم لك. تمام. كنا بنعمل الكاسديه، عملنا الفرسه بتاعتها، حطينا زيتون، حطينا البقدونس، حطينا الطماطم المفرومه، فص الثوم، الملح، الفلفل كده على ما اظن. لو عايز ازود اي حاجه تانية في ايديا، بس انا كده تمام الفرسه زي الفل. بس عايز اعمل لها بقى كمان صوص طماطم تاني واعمله كارضيه، ما عنديش مانع. عايز اعمل لها مايونيز في الارضيه، ما عنديش مانع. كل ده كله انا كده خلاص خلصت اللي انا عايزه كله في الفرسه بتاعتي، وهبدا هحشي دلوقتي مع حضراتكم. نجيب العيش بالشكل ده كده اهو. طبعا العيش لازم يكون فيه ما بين كل ورقه هتلاقي فيه بلاستيك، والبلاستيك ده احنا بنشيله عشان خاطر هو الرائق اللي ما بين الاثنين. هجيب معلقه ونحط براحتنا اي صوص زي ما اتفقنا، مش عايزين نحط صوص خالص، براحتنا نحط كده واحده وكده واحده. حبه مايونيز مش كتير اهو كده ماشي الكلام. ونجيب عندنا الفرسه بتاعتنا ونحط في النص كده كده اهو، ونعمل كده كده اهو، ونجيب بالشكل ده كده اهو ماشي الكلام. تعالى نعمل كمان واحده ونقلل شويه كميه من غير فرسه خالص، من غير مايونيز خالص كده بالشكل ده اهو كده اهو. بدا اللون اللي احنا عايزينه ناخده وهو ده المطلوب. سندوتشات خفيفه ما فيهاش اي صعوبه، ممكن نعمل كده برده كمان ماشي الكلام اهو. وادي الفرسه بتاعتي، الفرسه اللي هي الخليط يعني، دي لغه طباخين شويه انا عارف، بس ساعات الواحد بقى ايه كده. وممكن نقفل كده نعمل زي الشاورما لو حبينا. كل حاجه في ايدينا اهو كده اهو كده، يعني انا بوريكم كل الطرق اللي احنا عايزينها اهو اهو. بص الشكل عامل ازاي. ده بقى لما يطلع قسم نصين وتحط مع بطاطس اكيد يكفي اي حد من هنا والشفا ان هو ياكل الطبق ده. طيب انا كده عملت اول طبق لحضراتكم ما فيهوش اي صعوبه خالص. اخش في الطبق الثاني الكلاب ساندوتش. الطبق ده مميز جدا، كل الناس بتحب الساندوتش ده في اي مكان تروحه. هو مميز كمان شويه لما مثلا بنروح في اي مكان له علاقه مثلا في الصيف مثلا على البحر، على حمام السباحه، الحاجات دي كلها اكيد لما بنقعد بنطلب اسهل ثلاث اطباق. كلاب ساندوتش، البيتزا، المكرونه، ما فيهمش اصعب من كده، اسهل من كده. بص العيش بقى لما بيتحمص اهو. طب لو ما عنديش الشوايه دي اعمل ايه؟ ما انت برده ما توريش حاجه حلوه قدامي، وانا الشوايه دي مش عندي في البيت. ممكن على الطاسه، ممكن على الطاسة، ما عنديش أي مانع خالص. لو عملناها على الطاسة هيكون شكله كويس قوي. طيب أنا هجيب بقى كلاب ساندوتش ونبدأ نتكلم. كلاب ساندوتش ده ثلاث لقم بيتحمصوا على الشواية. عايز فاصل؟ طب ماشي الكلام. طب مش هتكلم على كلاب ساندوتش غير ما يطلع فاصل، هحمص العيش ونرجع من الفاصل نعمل كلاب ساندوتش ونواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمة هنية. طيب قبل الفاصل كنا حشينا الكاسديه وحطيناها على الشوايه شويه، وزي ما اتفقنا ما عنديش شوايه مش هقف على الاكل اكيد، هجيب طاسه
اسخنها كويس جدا، ممكن معلقه زيت صغيره قوي، ممكن مش اكيد، بس عشان خاطر ناخد اللون الحلو اللي احنا شفناه دوت بالشكل ده. حط معاها زيتون، حط معاها بطاطس، حط معاها اللي احنا عايزينه كله، مفيش اي مشكله عندي بالشكل الخفيف اللطيف الظريف ده. ماشي الكلام؟ طيب الكلاب ساندويتش هو مش حاجه صعبه للدرجه اللي احنا ممكن نقعد نتكلم عنها كتير. هو ساندويتش معروف في كل حته في الدنيا بيتباع، ما فيهوش مقادير كتير غير اللي محطوطه قدام حضراتكم. لو كان في اللي هو صدور التركي المدخنه او الروز بيف او الفيل بيكون اللي هو اللحم البتيلو اللي هو المدخن شويه برضو، وعندنا طماطم، عندنا بصل، عندنا خيار مخلل، عندنا كمان جبنه شيدر، اي حاجه احنا شايفينها حلوه وليها طعم حط معها ساندويتش بالشكل المطلوب، وكمان بيض مقلي ما فيهاش حاجه صعبه. طيب اول حاجه بنجيب المايونيز ونعمل حاجه حلوه قوي كده في الساندوتش. بسم الله، معلقه مايونيز صغيره كده، اكيد مش هي دي المعلقه كلها يعني، هعمل كده ماشي الكلام اهو. طبعا الاطراف دي هتتشال، المحمصه دي انا شخصيا بحبها بس هي لازم تتشال في الساندوتش، ما يبقاش هو كده ماشي الكلام. طيب انا كده اول حاجه عملتها اجيب عند الخس وهبدا هفرش الطبق اللقمه على حتتين بس، الحته دي والحته دي كده ماشي الكلام، ودي اخف شويه بالشكل ده. طماطم سلايز هنا وسلايز هنا، هجيب مثلا هبدا اطلعهم كده قدام شويه عشان ابدا اشتغل واحده واحده، احط واحده فيها الروز بيف، كمان واحده ماشي الكلام، والثانيه احط فيها جبنه شيدر او امنتال اي نوع جبنه بحبه، واقصقصها كده شويه على قد اللقمه عشان انا كده كده زي ما اتفقنا هنقص، فبقاش برضو عامل هادر كتير كده. وهجيب عندي برضو البيض، هقطع كده بيض مقلي عادي جدا الناحيه الثانيه بالشكل ده كده، واحط عندي لو حبيت احط زيتون او خيار مخلل ما عنديش منها خالص كده. عايز ازود تاني لو حبينا بصل مفيش مشكله، احط عندي جبنه تاني ما عنديش منها، ممكن اعمل كذا رق ما عنديش اي منها خالص اهو كده ماشي الكلام. طيب انا كده عملت كل اللي انا عايزه كله، فاضل عندي صدر الفراخ ده هاخد منه سلايز كده، كمان واحده وهعمل كده ماشي الكلام، وهي بالشكل دوت وراح اعمل الاثنين فوق بعض حلو الكلام كده، وجايب الاخيره وضممها بالعكس كده اهو ماشي الكلام. المفروض ان انا ابدا اقطع واحده واحده، هجيب الترنش عشان ابدا اقطع براحتي بس. وانا بقطع بقى كنا بنضرب زمان على ظهر ايدينا كده بالسكينه كده لما نحف اكتر، يعني لما نبدا نقرص شويه على الساندوتش، فكان الشيف بتاعنا الله يمسيهم بالخير فكان يبدا يقول لك لا انت كده ايه بتدق جامد قوي في اللقمه اهو. بصوا حضراتكم على هادي اهو، بصوا يا شفيق ركز معايا، حته البني دي على يعني على هادي خالص اهو اهو، بننشر اللقمه من الجناب اهو. انا شخصيا بحبها بس انا بوريكم بس الاستاندر عشان يبقى عارفين الصح وايه اللي احنا بنحبه واللي ما بنحبوش اهو كده. ده كله على جنب خالص اهو بقى، انا كان عندي كيف بقى ان انا اكل ده، ما بحبش ان انا ارميه بصراحه يعني. ادي اجيب كده عند اللقمه واعملها بالشكل ده كده اهو، وابدا اعمل كده بالنص، الشوايه دي سخنه قوي ومطلعه عليا عفار الدنيا اهو كده بالشكل ده كده، وامسك كويس اللقمه عشان ما تفكش مني حلو الكلام. واجيب عندي الخله بتاعتي اتنين هعمل كده، والتانيه نفس الموضوع، الخله دي كبيره شويه المفروض يكون اصغر بس يعني قشطه اللي موجود مش هنقف عليها حلو الكلام. واجيب عندي بقى عايز احط عليها زيتون، طماطم، شيري، اي حاجه انا عايز اعملها ما عنديش مانع، انا احط عليها زيتون كده براحتنا يعني ماشي الكلام. هشيل بس الحته الزياده دي مش عاجباني، ما دام مش عاجباني اسيبها ليه؟ اهي بس كده، ممكن لو عندنا طماطم شيري نعمل اللي احنا عايزينه كله. طيب كده انا تمام، هجيب عندي اللقمه وابدا اطلع بيها بالشكل ده اهو، بصوا الكلام اهو،
بطاطس في النص وخس وطماطم لو حبيت ازود من اللي عندي ده، ولو حبيت لو عندي خيارايا. هو الطبق بيطلع بمنتهى السهوله، ما فيهوش صعوبه خالص. تمام الكلام ده، كلاب ساندويتش ما فيهوش اي صعوبه خالص. يطلع على طول مع البطاطس زي ما اتفقنا تتحمر وطلعها لحضراتكم على طول في النص. طيب ده الطبق الثاني لحضراتكم، ما فيهوش اي صعوبه خالص. الاكلات دي والله مش اكلات صغيرين، ده احنا كمان نخش ناكل اللي احنا عايزينه كله منها، ما فيش اي مشكله. يعني ممكن نعدي اليوم من غير طبخ، وزهق الطبخ والفطار والغدا والعشاء. انا بتكلم على الامهات واخواتنا البنات، شويه ترجع من الشغل اللي قاعده في البيت كل يوم طبخه في طبخه في طبخه، يعني اكيد برضو تزهقوا. انا معاكم مليون بالميه. فالزهق دوت علاجه ان احنا نخفف شويه يوم. اكيد ممكن نطلع بره نتغدى يوم، اكيد ممكن نتعزم عند اهالينا يوم، بس الخمس ايام التانيين اكيد فيهم طبخ في طبخه. فيوم منهم يعني نمشي، مش هقول قرديحي، او نمشي نقول اكلات خفيفه، سندوتشات. خشي المطبخ اعملي اي سندوتشات، هاتي عيش واعملي الكلام ده كله، اولادنا بيحبوها واحنا كمان بناكلها. والموضوع خفيف مش قصه يعني الموضوع. وعلى فكره المقادير والحاجات دي كلها ما فيهاش اي صعوبه خالص. فنعمل اكلات خفيفه يوم ولا يوم هيفرق معانا كتير قوي. طيب تعالى بقى نعمل ام علي بقى الحلو. ام علي طبعا هي لها قصه طويله، مش هقعد احكي لكم قصص اكيد، بس انا شخصيا بحب ام علي، بس لازم تكون متاكله كده وهي بمزاج شويه. رقم واحد، هجيب عندي حله فاضيه، حلو الكلام، وهبدا اجيب بمعيار نقول مثلا كوبايتين لبن كبار، بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان خاطر هو ده اللي هعمل بيه ام علي. حطه بالمره، يلا ماشي الكلام. عشان خاطر ام علي تبقى ليها طعم كويس لازم اكون عندي مجهز سكر ومجهز عندي فانيليا عشان اعمل ريحه كويسه للبن. نجيب عندي كده نقول مثلا معيار سريعا كده، لو قلنا حطينا مثلا 3 كوبايات لبن، نحط معاهم كمان معلقه كبيره اهي، معلقه ثانيه، ونص معلقه عشان في زبيب، مش هحط اكتر من كده. ماشي الكلام. واجيب عندي كيسين من الفانيليا بتاع كوكس، وابدا هحط عندي الريحه الحلوه المطلوبه. بالذات بالشكل دوت، وهضربها كده مضرب على السريع عشان يدوبه، واسيبها شويه لحد ما يبدا يدفى، وهو ده المطلوب. طيب انت امبارح قلت على موضوع عجينه اسمها عجينه الفتاج، وقلت كمان على عجينه ثانيه اسمها عجينه الملفي، اللي هي يعتبر نفس الموضوع. وقلت لو ما كانش ده موجود وده موجود ممكن اعدي على اي فرن فينو اجيب منها مثلا ب5 جنيه كرواسا او 10 جنيه كرواسا، وابدا اخليه حد بكره ينشف شويه فابدا اشتغل بيه. ده موجود برده براحتنا. هنا اللبن بدا يبقى يسخن زي ما حضراتكم شايفين اهو، بس بقلب كويس جدا وابدا اسيبها شويه. طيب ام علي اساسها والريحه بتاعتها والطعم بتاعها في حاجتين، رقم واحد العجينه، رقم اتنين والاهم العجينه يكون اللبن يكون متطعم كويس، وكمان المكسرات اللي موجوده ما يكونش زياده ولا قليله. الزبيب موجود عند الفستق، عند الكاجو كله مفروم في النص، عند جوز الهند، ده كله بيفرق معايا في طعم ام علي قوي. الفتاش هتكلم عليه بقى مع حضراتكم اهو، او العجينه اللي هي المقرمشه او العجينه الهشه، هي دي. شايفها يا استاذ شفيق بعد اذنك؟ حاضر، هاخد تليفون بس ثانيه واحده. بصوا اهي، هتلاقوها في السوبر ماركت في اي رف مكتوب عليها ام علي، هي دي، ما فيهاش اي صعوبه. ما لقيناهاش يبقى زي ما اتفقنا هنبدا نجيبها من عند السوق، من عند الفرن بالشكل اللي اتفقنا عليه. اتفضل يا ام مؤمن. صباح الفل. صباح الفل، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ تمام الحمد كله لله. تمام الحمد لله. اموريني امر يا ام مؤمن. الامر لله، وحشتيش لك على كل حاجه انت بتعملها. الله يخليك، من ذوقك. ربنا يخليك. انا ليا طلبين اثنين عند حضرتك. مش سامعك. ليا طلبين عند حضرتك. اموريني امر. الامر لله. عايزه طريقه عمل كريم كراميل وعيش السرايا. عيش السرايا وكريم كراميل، عينيا الاثنين. حاضر يا ام مؤمن. ماشي، وايه كمان؟ الطلب الثاني محتاجه رقم حضرتك الشخصي ضروري 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 بعد اذنك. طيب ممكن تسيبي رقم تليفون حضرتك في الكنترول واحنا نكلمك بعد الهوا؟ خلاص تمام. ماشي الكلام؟ ارجوك تكلمني عشان فعلا في موضوع مهم جدا عايزه اكلم فيه حضرتك. انا عينيا ليك. حاضر، تحت امرك. وانا اي حد بوعده بكلمه والله بعد الهوا. خلاص ما تقلقيش من دي خالص، تحت امرك. شكرا جدا. نزل لي بقى عيش السرايا وكريم كراميل حالا، هتلاقيهم قدام حضرتك دلوقتي. حاضر، ماشي الكلام. حاجه ثانيه؟ ميرسي جدا، شكرا جدا ليك يا ام مؤمن. حاضر الكلام. انا اللبن عندي مش هستنى لما اخليه يغلي، انا عايزه يكون كده اهو. بص الريحه بيني وبينكم، يعني اللبن لما يتسكر حتى عليه فانيليا ريحته بتختلف، وهو ده المطلوب وهو ده الصح. طيب هكلمك يا ام مؤمن حاضر بعد الهوا.
فاصل. طب ما نعمل ام علي، ممكن نفاصل ام علي. ماشي الكلام. طيب خلينا نجيب من السوبر ماركت برضو كيس من الكياس اللي هي بتتباع بتاعه الكريم شانتي، وبعد فاصل نتكلم عنه. حاضر. اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنيه. اللبن هو غلي وخلاص، وسكرناه وحطيناه للفانيليا وظبطناه. جات لي فكره كده، لو عندي في البيت ربع كوبايه كريمه لباني، لو عندي واعمل كده، الموضوع كده هيختلف. انا بدور دايما على الريحه وعلى الطعم اللي احس بجد انا باكل حاجه احس ان هي مخدومه. كلمه مخدومه دي يعني تكون متروقه كده بالعربي شويه، عشان الحاجه تتاكل. احنا ما بنعملش كل يوم ام علي، ما بناكلهاش كل يوم، ما بناكلش كل يوم سندوتش، ما بناكلش كل يوم مش عارف ايه، احنا بنغير. فلما نيجي نعمل حاجه نعملها صح، عشان تبقى كده داخله الدماغ كده ومتظبطه. طيب تعالى نجيب العجينه اللي هي القرمشه زي ما اتفقنا، ونبدا نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه متكسره زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش اي حاجه خالص بالكميه دي. هعمل التلت والتلتين، يعني هعمل الا ربع شويه بس، مش هملاها كلها، هخلي بالشكل ده قدام حضراتكم. بص قد ايه يا شفيق، ركز معايا الله يهديك. تعالى كده اهو معايا، ولا انت فين؟ طيب ما انا مش عارف انت فين والله، عشان كده بسالك. بص يا جماعه الكميه كده، هجيب عندي بقى ايه، المكسرات، اي مكسرات انا بحبها بالشكل دوت، جوز الهند طبعا، وازود اهو هنا كده حبه، وحبه في اللبن كمان اهو، خليها تبقى متروقه كده ومظبطه. ماشي الكلام. الزبيب اهو، احنا عملنا حسابه في السكر عشان لازم يكون طبعا، هو اكيد الزبيب مسكر طبعا. الزبيب ده شكله كده حاسس ان هو كان باقي من رمضان، هو مش انا شاريه النهارده، بس ايه حسيت ان هو ناشف شويه ما عجبنيش. غسلناه وتصفى. بص يا استاذ شفيق كده بعد اذنك اهو معايا، ادي الميه اهي شايفها اهو. التفاصيل دي مهمه جدا، عشان لو لقينا زبيب في البيت وحاسين شكله كده مش عاجبنا، نغسله غسله نظيفه ونسيبه يتصفى اهو. منه ان لما اكله يكون طري، ومنه برضو يتغسل لو انا شايف فيه اي كده حاجه كده ولا كده. ماشي الكلام. طيب ادي اللبن مع جوز الهند مع الكريمه اللباني مع الفانيليا مع السكر، هبدا انزل بيه كده. بسم الله اهو اهو كده، غطي كل حاجه باللبن. ادي كميه اللبن اللي عايزها اهو كده، تغطى كل حاجه تمام التمام. ماشي. طب الحبه دول هتيجي عليهم؟ لا حرام اهو، يلا بالهنا والشفه. طيب حاجه بقى عايز اتكلم عليها، كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل وطلعنا على الكريم شانتيه شويه. انا بروح عند العطار بجيب من عنده الكريمه دي باودر. حلو الكلام. هي عايزه شغلانه شويه بس هقول لكم عليها واحده واحده. اول حاجه بنجيب عامل زي البودر كده شويه زي السكر بودره، بنجيب الكميه بتاعتنا بما يعادل مثلا نقول مثلا ب 10 جنيه. روح عند العطار وقول له عايز 10 جنيه فانيليا، هتبقى عامل زي السوبيا زي السكر بودر حاجه كده. هجيب عندي بوله فيها ميه ساقعه قوي، تلج يعني، عايز ميه تكون متلجه، عشان التلج ده هيساعدني كتير جدا في الضرب او في الخفق بتاع الكريم شانتيه. انا بحب اعملها بطريقه حلوه، بحب وانا بعملها بضربها في العجانه او في المكنه بالمضرب احط فيها كريمه لباني. يعني اجيب الباودر واحطه في 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 في, في العجانه، وعليه الميه الساقعه اصفيها كويس قوي من التلج، وابدا انزل عليها واحط عليها كمان كريمه لباني، واسيبها تهيج بقى وتبقى معايا ليها مزاج. ممكن احط لها كمان لو حبيت فانيليا انا ومزاجي، بحطها في التلاجه شويه وبعد كده احطها في كيس وابدا اشتغل بيها براحتي خالص اهو. دي اللي هتديني وش. طبعا انا اهو بعمل كده، بمشي ورا الحرف بتاع الطاجن اهو، مش عايزين نفتكس ونعمل بقى ايه اشكال والكلام ده كله، وانا مش حلواني. وما تعملش نفس الحلواني في البيت برضو، عشان ما نلاقيش الموضوع ايه يعني ايه طلع بره ايدينا اهو كده. غطي كل الكلام ده كله بالكريم شانتيه اهو اهو. انا ما بحبش بقى ايه الحاجات الرفيعه دي، انا هعمل حاجه حلوه دلوقتي اسويها كلها، عشان ما بحبش الجو الحته رفيعه وحته تخينه على ايه، انا عايز يكون الشكل كله واحد اهو. بصوا بقى الكلام ده اهو
الفرن عشان لما بتخش الفرن تاخد وقتها بيطلع شكلها يبقى حلو، يبقى شكلها كده حاسس ان انا ايه في حضانه. دخلها الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم، ده كويس ماشي الكلام، وتاخد لونها بقى وتظبط نفسها وتكمل تسويتها وهنشوف شكلها عامل ازاي. طيب عندي اسئله لازم اجاوب عليها، اوعى تقول اطلع فاصل واوعى تخلص، استنينا شويه. لا اصبر عليا، حاضر هطلع بس الاسئله دي عشان خاطر انا مش عايز حد يكون بيكلم ويطلب منها سؤال واحنا ما نردش عليه، مش حلوه يا شفيف وشك. ايوه ايه، ما دبشتكش من الناس وانا ما دبشتكش لحاجه، استناني بقى شويه ماشي الكلام، نروق بس مكاننا كده ونلم الحاجه دي عشان يبقى شكلنا حلو كده ماشي الكلام. كريم كراميل وعيش الصرايه حالا يا شفيق، تكون على الشاشه وسيبهم شويه بقى، سيبهم شويه لان دي بقى ايدير كتيره فالناس عايزه تصورها عشان تبدا تتكلم عليها، ولا اتكلم على خطوات واحده واحده ماشي الكلام. طيب الكبسه السعودي دي هي ما فيهاش صعوبه خالص ولا فيها اي حاجه صعبه، انا هعمل لحضراتكم برده بطريقه سهله، اتكلمت عليها امبارح ونتكلم برده عليها لحضراتكم النهارده. بجيب عندي كوبايه الرز البسمتي قدامها كوبايتين مرقه، كوبايه الرز البسمتي قدامها كوبايتين مرقه، واحده واحده كده مع حضراتكم. الرز البسمتي ده بيشرب ميه او بيشرب مرقه اكتر من الرز المصري. الرز المصري بتاعنا كوبايه قدام كوبايه، دي معروفه ستاندر. بعمل ايه بقى؟ بجيب كوبايه الرز البسمتي بغسلها غسله نظيفه واصفيها، حله فاضيه كوبايتين ميه، واجيب عندي مكعبين مرقه بتوع كلور وافرمهم في النص خضار، مش ولا لحمه ولا فراخ، خليها خضار احسن عشان تمشي معاك في اللحمه وفي الفراخ. يغلوا كويس قوي واحط في المكعبات دي، في المرقه دي مكعبين زبده زي دول كده، حلو الكلام، واحط كمان معاهم فص ثوم مضروب في النص. انا عند العطار اشتريت حبه اعشاب الكبسه معروفه عنده، اعشاب الكبسه دي فيها ليمون ناشف، فيها قرفه خشب، فيها عندي حبهان، فيها ورق الغار، فيها قرفه، فيها قرنفل، فيها زر الورد، فيها كل البهارات اللي انا عايزها كلها. هاخد نص الكميه واحطها عندي في الرز، وممكن احط بودره زعفران تبقى لونها اورنج معايا كده او محمره براحتي. طيب النص الثاني هشوح بيه اللحمه، اللحمه لو كانت ضاني او كان دوس حسب الكميه، ببدا اشوحها الاول بمعلقه زبده مع بصلايه، واحط عليها كمان المقادير بتاعه البهارات دي، تتشوح كويس جدا تتشوح، وابدا احط لها عندي الرز واسقي المرقه بتاعتي، يبقى الموضوع كده زي الفل ما فيهوش صعوبه خالص. طيب ايه تاني كنا بنتكلم؟ كفته السمك او كفته الجمبري. بجيب عندي نص كيلو سمك فيليه من غير طبعا قشر او من غير طبعا شوك، مفروم كويس جدا من عند السمك، هو حاطط الكميه المطلوبه. طب لو ما رحتش السمك هعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه في البيت؟ عندي حته سمكه وعندي المفرمه، هعملها ازاي؟ هقول لك تعملها ازاي. دايما الكفته الفراخ او السمك او اي نوع من انواع الكفته بتبقى سايبه شويه، عندي حاجه من حاجتين. الحاجه الاولى انا معاكم ما تقلقوش، بس انا ببص على الفرن. الحاجه الاولى حاجه تربطها شويه، بعملها الاول مفروم لوحدها صافي، وبعد كده ابدا احط لها كل الامكانيات بتاعتي. طيب بعمل ايه بقى؟ بجيب عندي نص كيلو من السمك المفروم الفيليه، بس يكون سمك قاسي شويه اللي هو قشر البياض، بلاش نعمل كفته السمك من السمك اللي هو الصيني، هيبقى سايب جدا لان السمك مفرز، والمفرز ده بعد ما يفك فيه ميه كتير ومالح، فخلينا نعمله احسن كده، نفرمه فرمه كويسه جدا. اجيب عندي شبت، اجيب عندي كزبره من غير عيدان، بصلايه مفرومه، فصين توم، وافرمهم معاه واقلبهم كويس جدا، سايبه معايا ولا حاجه. هتجيب عندك معلقتين من الفيجيتار دوت او معلقتين بقسماط، تقلبي كويس جدا، او معلقه دقيق، هتلاقي الموضوع ربط معاكي ربطه كويسه جدا. توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل ابيض، كمون، بهارات سمك، قلبي كويس جدا، وابداي بعد كده اعمليها كور او اعمليها صوابع حسب اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه تاني بعد كده؟ الكفته دي عندي حاجتين، ممكن اشويها على الشوايه او على الطاسه او في الفرن، وممكن اعمل لها عندي تتبيله حلوه قوي بالبيض واللبن والبقسماط. البيض رقم واحد، بجيب عندي كوبايه بيض مع اثنين كوبايه لبن عفوا مع اثنين عدد بيض، ملح وفلفل عشان الزفاره، اضربهم كويس جدا بالمضرب، وممكن ادلعهم بقى مع الملح والفلفل، احط توم باودر وبصل باودر يعلم معايا تيست اكتر، وبعد كده ببدا اجيب عندي كميه الدقيق وعندي كميه الفيجيتار لو كان سبايس او عادي. اعدي واحده واحده، الاول حاجه الدقيق، رقم اثنين البيض واللبن، رقم ثلاثة بعد على البقسماط. الدقيق يعمل لي عازل فيربط معايا البيض واللبن، والبقسماط يكمل معايا الكفر اللي انا عايزه من البيض واللبن والبقسماط والدقيق كله مع بعضه، اسيبه في الثلاجه لمده نص ساعه، بعد كده يبدا الموضوع معايا شادد شويه، احمره عندي في زيت غزير مش سمعك. الادان ماشي يا سيدي، وانا كمان معاي خلصت خلاص اهي الحمد لله. وشك حلو النهارده يا شفيق، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وانا شايف كمان ان هي ممكن تقعد اكتر بس انا كده تمام اهي. تعالى يا استاذ شفيق،
طبعا انا عملت دلوقتي مع حضراتكم جالها من بدري نشفت شويه، انا قلت لو النار ما ساعدتنيش يبقى ما اطلعش كده مخزون النار ده. دي الشكل ام علي المطلوبه، تكون شويه حاسس ان فيها لبن وتكون ليها طعم كده، واللون المحمر دوت طلع معايا من الكريم اللباني وطلع معايا من الكريم شانتيه، بقى شكلها جميل جدا ونسبه اللبن اللي فيها انا احبها كده. دي نشفت شويه مش مشكله عندي، بس انا قلت هات ايه احسن من مفيش، بس الحمد لله ربنا بيسترها معانا دايما. موضوع النهارده الحلقه كان سهل جدا وبسيط، اكل اولادنا وكمان اكل الكبار، مفيش حاجه اسمها اكل ده واكل ده واحد، لازم نميز شويه الامور. كان معانا النهارده الفراخ الكاسيديه مفرومه مع العيش التورتيلا، وكان معانا كمان الكلاب ساندويتش مع البطاطا زي ما انتم شايفين، وكان معانا ام علي. الموضوع مفيهوش صعوبه خالص. بكره يا شفيق الخميس ان شاء الله، الخميس عايزين نعمل عزومه حلوه، بقالنا كتير ما عملناش عزومه حلوه. سيبونا افكر اعمل لكم بكره عزومه حلوه كده تليق بمقام حضراتكم، عشان نعملها ان شاء الله يوم الجمعه بعد المسابقه او بكره اخر النهار. سلام عليكم.